انا خايف من اللي قدامي ده. الحته دي مالها؟ منبه وكهرباء. وهي دلوقتي جمعتنا مع رانك جديد. عاملين ايه يا جماعه الاخبار؟ وبرده محترفين العرب، رانك كده ممتاز من اوله ومبات معظمها جميل، فيعني ان شاء الله يكون افضل من اللي فات كمان. وبرده معانا دحوم ولايف تايم والناس المحترفه دي، ولكن مش هسيبك المره دي دحوم. يلا بينا. جبت بقى عامل المختبر العادي جدا، الراجل المتواضع ده برضه جابها. ايوه يا سلام. ايوه راح لكم فين؟ معلش يا ابراهيم. الله بس لا ايه يا صاروخ، راح لك فين تاني؟ كهربا انا هتضرب يعني هتضرب، انا هتضرب يعني هتضرب، انا مش شايف حاجه. يلا لا كويس. اشحن شوية. يلا كويس. يا دحوم لا مشحونة دحوم، بس انت طبعا ضيعت لي الشحن حضرتك، بس تمام يا عم صباح الفل. كهربا ليه تاني؟ الله هو ده التظبيط المظبوط. طب انا مش عايز اضربك يعني، ابعد يا عم دحوم، حرام عليك. لا دي مشحونه ليه؟ ما كانتش مشحونه، ما كانتش مشحونه، دي مش جايبه كل الناس. معلش يا دحوم، ايه اللي جاي ورايا بالدرع ده؟ يا عم خلاص حرام اللي بيحصل ده. كهربا سابت ناس وجات لي ناس، انا مش فاهم يعني. يعني الكهرباء تجيب كل الناس ما تجيبش حد خالص، لكن تجيب ناس وتسيب ناس غريبة دي. يلا مفيش وقت، مفيش وقت للتفسير. حرام ضيعت دحوم معايا. مش مهم، مش مهم اللي انا السابع، المهم ان دحوم هو الثامن. لعبت لعبة وفلتت من الصواريخ، عملت كل حاجة اقدر عليها. يلا بينا. حلو، ولا عامل مختبر؟ انا ملاحظ ان انت اسلحتك كويسه.
مضمنش هيعمل معايا ايه، ولذلك كده في ناس هتسابقني للأسف. مين اللي بيجري ورايا ده؟ علي؟ علي كان جايب مركز أول. ماشي كويس، التاني لبس. معلش لا ضيعت وضعت. هذا حوم ضيع علي كمان. الله يا ابني خلاص. اي والله. طب انا معيش اسلحه، امال اتضرب بس. انت يا علي ضربتني 90,000 قنبله يا عم، في ايه يا عم؟ يا رب اتضرب تاني من اسمه ايه ده؟ عام. لا 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 كتير. ايه القنابل دي كلها؟ اوعى اللاج، اوعى اللاج، اوعى اللاج. يلا بردوجة بقى، حرام عليك. يلا يا عم، يلا يا عم. يضربني من بعيد، يضربني من بعيد. الهوست ده سيء جدا الصراحة يعني. يا عم انت فاقد سرعتك ومضيع ليه؟ يا راجل طب اللي قدامي جالي بردوجه، يعني استفدت انا ايه كده؟ 90,000 سرعه ولما يجي لي بردوجه يبقى اللي قدامي معاه بردوجه. اضرب يا عم اللي قدامك ده نلحقه بسرعه. طيب الارقام كالتالي: 13 11 10 9 8 وانا 4. انا السلحفاه حاليا. ماشي ماشي يا بني ادمين، السرعه راحت بس اتضربت من 90,000 واحد عشان اضرب اللي ورايا قنبله، ولو ما ضربتوش هتضرب برضه بسرعه، هتروح تضرب من 90,000 واحد. شوف القلعه بقى، يلا بينا. يلا عامل المختبر، انت محبوس هنا. معلش يا بني ادمين لازم اضرب اللي ورايا كلهم. ضربت ثلاثة كده حلو. لا ما جتش فيها ازاي؟ ماشي لازم بقى اتقمص دور الشرير اللي بيتي. انت عملت ايه؟ انت رحت للصناديق هتعمل ايه؟ جالك ايه طيب؟ يا عم يا استاذ اللي قدامي اللي ورايا لابس الحمد لله. انا خايف من اللي قدامي ده. حرام 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 حرام. محظوظ يا عم انت، والله محظوظ يا عم. او متفقين بقى ولايف تايم جاله المنبه وهو ما شكرا ابراهيم. اوعى
يا جدعان الأسلحة مش منطقية والله. بص يا عم أنا التامن صح؟ انا التالت؟ ازاي ده حصل؟ دي حاجة مش منطقية والله. اوعى اوعى كهربا؟ الحتة دي مالها؟ منبه وكهرباء. تعال تعال حلو طبقته وهو ايه؟ ما خلاص يا عم حرام والله العظيم في كمية حظ غير طبيعية. الله ينور عليك. هو فين بقى؟ وقع فين؟ وقع فين؟ ما وقعش. انت يا اخي سبحان الله عليك يا اخي انت رخم. يلا دخلت قبلك. لا دخل قبلي. 19 18 17 15 14 13 12 وانا 9. فرق بيني وبين الاول 10 نقاط وكلنا قريبين من بعض. دي حاجه الى حد ما ممتازه بس بما ان الاخير مع بربولر انا ما بحبش اقف في المكان ده. ما علينا مش هتفرق يعني. يلا بينا يعني جت على بي. يا دحوم طب اضربوا بعض يعني الخمسه اللي قدامي محدش ضرب التاني. ايوه كده ولا ولا اللي معاه برضه كده مين؟ ايوه كويس يجيلك اسلحه كويسه بتظبط كل حاجه. الحمد لله. عدى معلم. ضربت ابراهيم في عامر مجام ده شغل البردوجة على طول. ماشي انا جالي بردوجات تاني. الله ابراهيم بقى يجيله كهرباء ومنبه. يلا أوه. ماشي يا بني ادمين. حلو حلو عامل مختبر حلو. وحش وحش عامل مختبر وحش.
منبه كان يضيع كل. الله عليك يا ابراهيم، يا سلام. هو اللي جاله كهربا صح. هو كان في صندوق هنا خازوقي. يلا لبس. الله عليك يا ابراهيم، لبس الزجاجه. شكرا. ادي السادس. انا جدعان ضيعت والله بسبب اول لفه دي. لم تظبط معنا خالص. هفضل الاخير كده ولا انا عايز ابقى بالاخير حتى؟ طيب كده الشوط الاولاني خلاص، يعني الاربع مبات اللي في الاول خلاص وانا الاخير. نشوف بقى الاربع مبات التانيين هيكونوا ايه، يعني خصوصا ان مبات جميله والله، بس مش عارف في زحمه وفي ضرب وفي معجنه بتحصل كده، تبقى الاول ترجع للتاني، تبقى في النص، تبقى يعني بتحاول تلحق كده. فنحاول نعدل نفسنا في الاربع مبات دول. يلا بينا. لحقني على السرعة. ماشي انت تاني معاك ايه؟ طيب لو ضربني هنا خلاص انا ضعت. الله يا عيني، ايه ده؟ السرعة راحت فين يا عم؟ انا بعمل تيربو. استعجلت على الصاروخ. سكواس الكهرباء دي ضربت كل الناس او الى حد ما، يعني معظم الناس ما عدا علي ولايف تايم محظوظين. لا يا عم امشي عدل يا عم. ما باخدش صناديق ودي حاجة غلط. هيضربني. دحوم كان معاه درع. يا جدعان عايز اغير المركز الاخير ده بالله عليكم. نطت 90 مرة مفيش فايدة، يعني هو عايز 5 مرات بس، نطت 6 مرات ولكن هيهات على الفاضي. ده جاله بردوكة تاني. يا انا بيجيلي زيهم اهو. يا عم يلا عامر، يلا عامر وراهم بسرعة. منبه قتلني. معلش اضطر اعمل كده، لو سبتك هتضرب. يعني ما يجيش منبه مثلا، مش ليا يا سيدي منبه وانا معايا بردوجه كده يساعدني مثلا. انا بتضرب بس بالمنبهات دي.
حرام. ننسى بقى التعويض. واضح ان مفيش امل في الشخصيه، يعني مش فايق. انا مصمم ان انا هجيب مركز كويس ان شاء الله. مش هجيب انا مركز السلحفه ده الثامن. فجبت الولد بالبيجامه بتاعته كده، الرحال ده نزلته من البيت، قلت له انزل بسرعه محتاجك. يلا قلت له تعالى ورانا برج زمن، والزمن عايزين نلحق الزمن. واحد اتنين تلاته. ايوه الناس بتتساقط، عايز بس اخد التفاح بس كده. ازيك علي عامل ايه؟ ايه ده؟ التاني وبقى معايا برضه جه فجأة، سبحان الله. شفت بقى تغيرت السكن، كل حاجه اتغيرت الحمد لله. لحوم ورايا. ده جاله درع ده كمان يا ولد. مفيش درع ليه لغايه دلوقتي؟ مدحهم كده هيكسب في الاخر. هجي كهربا ولا منبه ودحهم يسابقني وارجع الرابع واضيع كل حاجه. ماشي ماشي ماشي، تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. ابقى تاني او اول ان شاء الله. زي الفل زي الفل زي الفل. كويس التاني عامر الاخير، حلو كده ما بقتش السلحفه الحمد لله. شكرا عامر، شكرا ابراهيم ان انت السادس كمان، يا سلام. طيب نراجع النقاط كده. اللي قدامي احمد دبليو فرق 4 نقط، والتونسي 8 نقط، وعلي 12 نقطه. لا يعني انا اطمع ابقى الرابع، هو فاضل ما بين بس للاسف. لو بقيت الرابع هتبقى حاجه ممتازه، ممكن ارجع التامن برضه يعني. ماشي انا هحاول اعمل ما بوسعي، انا بعمل ما بوسعي لحتى الان. الاخطاء قليله بس الحظ مش ماشي. فنحاول مع ميجا ميكس نشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. حلو.
لازم اضربه. كان لازم اضربه. الحمد لله شكله هو اتعطل. لا اوعى. كانش ليها لازمة المجازفة يعني، كان ممكن امشي من هنا صح واخد التفاح. ايه الغباء ده؟ كانش ليها لازمة المجازفة الصراحة. ماشي 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 ماشي، محدش قرب مني لسه، بس اللي قدامي بعدوا عني. هو اللي ورايا قربوا مني شوية بس مش اللي هم قريبين جدا كده. خلاص كده انا بعت. خد ابراهيم. ماشي. غلطة لا تغتفر الصراحة، كنت الخامس وكان في أمل يعني إن أنا أبقى الرابع، كان الخامس قدامي. الرابع قدامي أقصد. لسه لفة لسه لفة. كويس كويس. طيب للاسف يؤسفني اقول لكم ان انا حتى لو جبت الاول ومين احمد دبليو جاب الاخير برضه هيبقى اعلى مني بنقطه. فخلاص انا اعلى حاجه اجيبها ان انا ابقى السادس، يعني انا دلوقتي السادس متعادل مع ابراهيم، دي اعلى حاجه ممكن اجيبها. وطبعا ممكن ابقى الاخير برضه عادي يعني. التنافس على السلحفاه شيء صعب جدا. يلا بينا. السرعة. طبعا بلعب من غير نفس بقى لازم للاسف. خبوا بعض هما الاثنين. خد ابراهيم. تنافس معاك ابراهيم انت وعامر. ابراهيم ماشي. يا نبه يا الحلاوه. انا لاحظت ان انا حظي مش بيحلو في الاسلحه، حظي بيحلو في اسلحه الغير. واخد بالك؟ صح احمد دبليو؟ حلو.
واشكر راعي الكهرباء ان هو ضربها عند السرعه وانا معايا سوبر انجن، يعني الحظ الحمد لله. شوف هما بيضربوا كهرباء وبتاع وانا ايه حظي حلو ووحش مع اسلحه الغير. مين ده اللي عامر؟ الله كويس، يبقى انا كده السادس بكل فخر. ايه ده؟ ولا ولا علي علي ازيك؟ ما غلستش عليه عشان هو في تنافس بينه وبين ايه ده، انا بيت التاني بينه وبين دحوم وبين مين تاني معاه؟ دحوم وعلي ولايف تايم، التلاتة اللي في الاول، احنا التلاتة اللي في الاخر بننافس بعض برضو. ماشي، وفي اتنين في النص كده برضو بينافسوا بعض مالناش دعوة بيهم، ابسولوت واحمد دبلي. ماشي، السرو ده حاول اخليه يجيب لي صندوق، جاب لي صندوق وجاب لي قنبلة. حد ورايا احمد دبلي، طب اضربه ولا اعمل ايه في دلوقتي؟ ماشي خليه، بص انت وحظك بقى. وانا لازم اتخلص منه الصراحه لانه ممكن يكون مصدر ازعاج بالنسبه لي. حرب عالميه على المركز السلحفيه، بس عاش دحوم والله. مش عارف هيجيب مركز اول في الاخر ولا هيعمل ايه، بس يعني عاش. اجمالي النقاط هو حاليا الاول في النقاط، بس حاليا بقى او السبع مبات، مش عارف بقى المب الاخير ده هيبقى ايه. ده لايف تايم الرابع، ده دحوم الثامن ولا. طيب كان ظبط معايا الطريق اللي فات ده كان كل حاجه هتظبط، كان ممكن اجيب الثالث دلوقتي او الرابع لو الطريق اللي فات ده كان جبت فيه مركز حلو. يا عم يلا ضيعت السرعه كده كده، بهزر انا بهزر، انا بلعب بقى خلاص بقى بايه. ماشي هو كده كده مش فارقه، خلاص خلاص يا صاحبي سرعه يا صاحبي. لا علي الاخير ودحوم الرابع ولايف تايم الخامس، ايه في ايه مالكم؟ تمام، وبكده يكون انتهى رانك النهارده الحمد لله. ما اخدتش مركز السلحفه، اخدوا مني عامر. عامر قال لي في النص على فكره انا هاخد منك مركز السلحفه، هو تنافس معايا واخد من مركز السلحفه. ماشي يا عامر، المره الجايه مش هسيبهولك، خلي بالك انا عشان انا بحب السلاحف. طبعا كان الرانك مطحنه، انا بهزر يعني، كانت مفرمه زي ما انتم شفتوا، والحظ فيه عليه عامل كبير جدا جدا. فيعني ماشي، مش لازم ابقى اول وثاني وثالث الدعوت تعدل، لازم كده حاجه برده سادس سابع ثامن كده برده في النص عشان ارجع ثاني لما اجيب برده في المراكز الاولى تقولوا ايوه كده وبتاع. بس ما تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جايه، ويلا سلام.